السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، معكم استهاني من قناة علمني. النهاردة ان شاء الله معنا فيديو مهم جدا، معانا النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الانجليزية كونكت طبعا اللي اصدرتها وزارة التربية والتعليم. وطبعا احنا نزلنا مواد قبل كده ولسه ان شاء الله هننزل بقية المواد. لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي أول سؤال: read and choose the correct answer from A, B or C. He did the on his cell phone because he can't use tablet. ومديني اختيارات: information, research ولا website. طبعا هتبقى الإجابة ايه؟ research. خلاص، يعني هو بيعمل زي بحث كده في تليفونه علشان هو مش بيقدر يستخدم الايه؟ التابلت. ريسيرش. طيب ايه از جود تو ذا انفيرومنت يو كان يوز ثينجز اجين، يعني في ان انت تستخدم الاشياء مره تانية ودي بتبقى حاجه كويسه للبيئه. عندي بقى مديني بريكنج ولا سيكلينج ولا ريسكايلينج. طبعا هتبقى الاجابه ريسايكلينج. طيب I was 6 years old when I first A to school. go ولا goes ولا went. طبعا هتبقى went، هو بيتكلم عن الماضي انه كان عنده 6 سنين لما راح او ذهب للمدرسه لاول مره. طيب if you are not A on road you will have an accident. خلاص useful ولا careful ولا colorful. طبعا هتبقى careful، ان انت لو ما خدتش حذرك على الطريق ممكن ايه ان يحصل حادثة. طيب كوسكوس كان also be eaten with sugar. it is a famous in موراكو. طبعا اكلة الكوسكوس دي بتتاكل بالسكر، ودي مشهورة فين؟ vegetable ولا fruit ولا ديزرت. طبعا هي ايه؟ بتبقى ديزرت، يعني حلوة مشهورة فين؟ في موراكو. you need to create a to log into the school website. عندي password ولا footprint ولا song. هتبقى طبعا password. we went to the sea last week. we played and in the sea. swam ولا swim ولا swims. طبعا بيتكلم عن فعل في الماضي، فهتبقى ايه؟ سوام، يعني احنا ذهبنا طبعا الاسبوع السابق ليه للبحر، واحنا لعبنا وطبعا سبحنا في البحر، يبقى سوام. وي نوت ترن اور فونز اوف ات نايت اتس هيلثي. شودنت كانت، هو بيتكلم طبعا عن ان هو ان احنا لازم نقفل تليفوناتنا بالليل، وده طبعا بيبقى صحي، يبقى ايه؟ وي شود. we say sorry when we make، احنا بنقول اسفين امتى؟ when we make a cake ولا mistake ولا snake. طبعا لما بنعمل خطأ يبقى mistake. I go to school not foot. it is near my house. by on ولا in. طبعا هتبقى ايه؟ on. I go to school on foot، يعني انا بروح المدرسة ايه؟ بمشي يعني على قدم لانها قريبة. I need to look at many to find information for my research. movies ولا websites ولا parks. طبعا انا ببحث في websites، مواقع كتير علشان اجد الايه؟ المعلومات اللي ببحث عنها، يبقى هتبقى الاجابة websites. gold and silver are expensive. they are cheap, soft ولا precious. طبعا بيقول لي الذهب والفضة بتبقى طبعا غالية عشان زي ار ايه؟ بريشوز، يعني ايه؟ بتبقى معادن ثمينة يعني، يبقى الإجابة بريشوز. look at the you can't swim here sign. بنسل كيس ولا بارك. طبعا هتبقى ايه؟ sign. the bird was very hungry. it took a big of cheese. سنيك ولا بيت ولا بيكتشر. طبعا تشيز بيجي معاها ايه؟ بيت اوف تشيز. ماشي، الطائر كان جعان جدا وهو اخذ قطعه من الايه؟ من الجبن. ندى
not up at 8 o'clock yesterday. She was late for school. يعني هي صحيت 8 صباحا وامس يعني، وهي طبعا ذهبت او كانت اتاخرت على المدرسه. يبقى gets got ولا get هتبقى ايه؟ got. ندى got up at 8 o'clock. My sister went to the she will travel by plane to London airport ولا station ولا باص. طبعا هي هتسافر بالطياره فبتبقى airport يعني المطار. يبقى my sister went to the airport. My grandma in a small village when she was young lives. هو بيتكلم عن جدته طبعا، وان هي كانت عايشه في قريه صغيره لما كانت شابه او صغيره في السن. طبعا بيتكلم عن الماضي، يبقى هتبقى lived كانت بتعيش. You keep your password a secret shouldn't can't ولا should. هو بينصحه بيقول له ان هو ايه، you should keep your password a secret، لازم ان انت تخلي الباسورد بتاعك ايه، حاجه سريه يعني. when there's a we have no enough water fire ولا drought ولا flood. طبعا drought يعني الايه، الجفاف. I was to read city mouse and country mouse story it was funny bored ولا scared ولا pleased. طبعا كان هو ايه، مسرور او سعيد لما ارى عن او ارى ستوري عن سيتي ماوس اند كانتري ماوس ستوري. خلاص بنشوف اللي بعده. before you cross the road you ايه to look left and right can't ولا need ولا shouldn't. يعني لما انت تعبر الطريق انت طبعا you need بتحتاج ان انت تنظر ايه، يمين ويسار. تمام. يبقى need. The children are so they will go to the pyramids on Friday. tired ولا excited ولا hot. طبعا كانوا excited يعني ايه، مستمتعين لما ذهبوا للأهرامات في يوم الجمعة. Air pollution is very to us it hurts our lungs. يعني تلوث الهواء ده طبعا بيبقى ايه، very dangerous ولا useful ولا careful. طبعا بيبقى very dangerous، خطير جدا لانه بيسبب طبعا ضرر للرئه. ماجد over and his sister helped him fall ولا feel ولا feeling. طبعا feel over and his يعني هو وقع يعني، واخته ساعدته. my bedroom is I can't add two beds there too big too old too small. طبعا هو بيتكلم عن ان حجرته too small، صغيره جدا، هو مش ما بيقدرش يحط سريرين في الاوضه. طيب I like this story about the old farmer it is boring ولا interesting ولا careful. طبعا it is interesting. we the Egyptian museum last week we were very happy. احنا visited ولا visit ولا visits. طبعا هتبقى visited لان هو بيتكلم ان هو ذهب للايه، او زار المتحف المصري last week الاسبوع الايه السابق، يبقى visited. we need water too and to help our crops grow. drink ولا eat ولا sleep. طبعا احنا بنحتاج الماء to drink عشان نشرب ويساعد المحصول على ايه، انه ينمو. I need to do more about camelons. I have presentation on them next week. طبعا هو بيتكلم ان هو عايز يجمع او يبحث اكتر عن الكاميلز اللي هي الحرباءات يعني، فهنبقى تبقى ايه ريسيرش. خلاص هيبحث لان هو عنده عرض تقديمي الاسبوع اللي جاي. Are you happy today? I am visiting grandma this week. What? Which? Why? هتبقى طبعا why. السؤال هنا ليه انت سعيد يعني اليوم، فهو بيقول له او بيرد عليه بيقول له لان انا زرت ايه جدتي الاسبوع ده، يبقى تبقى why. طيب you need to wear a when you ride a bike it protected your head shirt hair ولا helmet. طبعا هتبقى هيلمت، انت محتاج ان انت تلبس او ترتدي ايه
زي اللي هي الخوذة يعني، علشان وانت بتركب البايك علشان تحمي راسك او راسك. computers are very important, we use computers to information and have fun. share بلي ولا cut؟ طبعا share، احنا بنشارك المعلومات. when، طيب السؤال اللي بعده، when we the polluted air we cough and feel sick، يعني لما بيبقى فيه ايه drink ولا breathe ولا hair؟ لما breathe بنتنفس الهواء الملوث احنا طبعا بنكح وبنشعر بالتعب. she drive to her work last week she went by bus، يبقى didn't don't ولا should، هو بيتكلم برضو عن last week الاسبوع اللي فات يعني، فهتبقى she didn't، هي ما ركبتش ايه هي مسائل يعني ما ركبتش او ما درايف تو هير، ما سقتش يعني عربيتها الاسبوع اللي فات. شي وانت باي باص، هي راحت بالايه بالاتوبيس. ادم از فيري هي هيلبد مي كاري ذا باجز، هيلب فول ولا كلر فول ولا تاير؟ طبعا هيلب فول هو ايه مساعد جدا، وساعدني ان انا احمل ايه حقائبي. امين لينكد تو بيسز اوف وود together he not them connected boat ولا broke؟ طبعا هتبقى connected. I had a with my friend to blame the presentation password chat ولا match؟ طبعا I had chat with my friend، يعني انا بتواصل او بعمل chat مع my friend علشان نخطط للايه للعرض بتاعنا. مروه is she wear a jacket and a cap too cold too hot too small؟ طبعا هتبقى too cold، هي كانت بتشعر بالبرد الشديد وهي بترتدي جاكيت وايه وكاب. people who write movies and stories are cold، الناس اللي بتكتب الافلام يعني والقصص بيسموا ايه musicians ولا authors ولا carrot players؟ طبعا authors اللي هم الكتاب او المؤلفين. I can my friends in photo online take tag play، طبعا هتبقى ايه I can tag my friends in photo online. طيب نشوف اللي بعده. when we go online we leave a pin footprint ولا finger؟ طبعا هتبقى footprint يعني البصمة الايه الرقمية. in this game the players hid and the seeker tries to find them musical chairs ولا bus the parcel ولا hid and seek؟ طبعا هتبقى hid and seek. playing too much computer games is you sit down for a long time healthy health ولا unhealthy؟ طبعا unhealthy يعني مش صح انك انت تلعب العاب كتير على الكمبيوتر وتجلس لفتره طويله عليه. injuries are not good for the environment they can cause pollution renewable ولا non renewable ولا clean؟ طبعا non renewable يعني المصادر الطاقة الغير ايه متجددة بتبقى مضرة او مش كويسة للبيئة وبتسبب تلوث. to get more information you need to do more homework research ولا call؟ طبعا research يعني بتعمل بحث عشان تحصل على معلومات. I am a research on Egyptian crocodiles so I go to the school library two times a week doing ولا helping ولا playing؟ طبعا I am doing، انا بعمل بحث عن التماسيح المصرية وانا ذهبت لمكتبة المدرسة مرتين في الاسبوع. crops grow better in a soil cold warm ولا fertile؟ طبعا fertile soil اللي هي التربة الايه الخصبة. this mountain is the mountain in the world highest ولا higher ولا high؟ طبعا the هتبقى the highest يعني الاعلى او اعلى جبل في العالم. when my friend Heba fell over her bike we called the firefighter ولا ambulance ولا كاربنتر؟ طبعا احنا كلمنا ايه امبولانس يعني الاسعاف.
it's unhealthy to play, you should go outside more. Computer, basketball ولا swimming ولا computer games. طبعا هتبقى ايه computer games، يعني مش حاجة صحية انك انت تلعب computer games. You should go outside more، يعني محتاج ان انت تخرج اكتر او تلعب. طيب السؤال التاني عندي هيبقى read and match. I am making a presentation about camelons. طيب هتبقى ايه؟ هتبقى مع number E. I need to do a lot of research. انا محتاج ان انا ابحث اكتر. Which festival is the most beautiful؟ يعني اي الاحتفالات بتبقى الاجمل، هتبقى number D. هتبقى لا توموتينا is the most beautiful، خلاص اللي هو الاحتفال الطماطم يعني. Don't belly and A هتبقى number B. Don't be a belly. Don't be اللي هو يعني ما تبقاش ايه متنمر. I was nervous at my first day at school. يعني انا كنت متوتر في اول يوم مدرسة. But now I like my school so much. لكن انا دلوقتي طبعا بحب المدرسة قوي. You shouldn't be careful online. يجب you should be يجب ان انت تبقى حذر يعني في استخدامك اونلاين. ليه بقى؟ you should only speak with people you know، يعني لازم ان انت تتكلم فقط مع الناس اللي تعرفها. مريم wants to do research on the phoenix fox. هتبقى مع E. She logged into a library website and created a password. خلاص. How many branches does the Nile have in Egypt؟ يعني كم فرع طبعا لنهر النيل في مصر؟ هيبقى two branches، فرعين اللي هو دمياط طبعا ورشيد. My ad works in the city. هتبقى B. He goes to work by bus to stop air pollution. In China they have electric buses. عندهم طبعا اللي هو الاتوبيس الكهربائي. These buses do not make air pollution. وطبعا الاتوبيسات دي ما بتعملش تلوث للهواء. The O double O in the word food is the same as، يعني double O دي في كلمة food مالها نفس او متشابهة مع ايه؟ متشابهة مع the double O in the word school، مع double O في كلمة school. طيب rare earth metals are information to the cell phone. طيب بيقول لي هنا طبعا معادن الأرض النادرة مهمة طبعا to the cell phone، هتبقى مع number D. They make the cell phone light up and vibrate. ماشي. Egypt is famous for its history. مصر طبعا مشهورة بتاريخها. We should be proud of our beautiful country. واحنا لازم نبقى فخورين، هتبقى مع سي، بلدنا الجميل. The Nile is too long. نهر النيل طبعا طويل جدا، هتبقى مع E. It's like traveling to the center of the earth. كأنه يعني عامل رحلة كده في منتصف او في منتصف الايه الارض. Wind energy is good to the environment. يعني طاقة الرياح كويسة يعني للبيئة. It provides clean energy، وبتمدنا بطاقة نظيفة. Drought happens when، الجفاف بيحصل امتى؟ There isn't enough water on the land، لما ما يبقاش في مية كفاية في الأرض. Someone is spelling مازن، يعني في شخص بيتنمر على مازن. طيب هتبقى مع ايه؟ he should tell his parents، ويجب ان هو يخبر ايه والديه. did you eat a pieces of cheese last night؟ وبيسأله انت اكلت قطعة من الجبنة الليلة الماضية يعني؟ هتبقى مع yes I did it was delicious، وكانت انا عملته وكانت ايه كانت لذيذة. when two lines are next to each other but they don't meet. خلاص هتبقى مع دي they are parallel lines. ماشي. farmers stopped burning rice straw، اللي هو بيحرقوا يعني قش الرز، لازم ان هم يوقفوا العملية دي
they used the straw to make food for animals. ان القش ده ممكن ان احنا نستخدمه كطعام للايه للحيوانات، غير ان طبعا هو حريق قش رز ده بيعمل تلوث. in musical chairs game، في لعبة الكراسي الموسيقية هتبقى we need chairs، مع be هتبقى ان احنا بنحتاج ايه كراسي. طيب نستكمل لسه التوصيل، you should tell your parents، هتبقى مع e when someone pulls you online. تمام، gold and silver are، الذهب والفضة ده ايه، precious metals، معادن ثمينة. people say عيد مبارك to their friends، مع ايه بقى، in عيد الفطر، يعني احنا بنقول عيد مبارك ما في عيد الفطر. pink is my sister's favorite color، البينك ده اللون المفضل لاختي. طيب هتبقى مع number c، I will buy her a present in pink، وانا هشتري لها هدية تكون ايه بينك. طيب بيقول لي love is the same as 3 on 6 and، يعني هو نفس ال 3 on 6 and ايه تاني، and 2 on 4 is the same as 4 on 8. تمام، طيب my grandpa birthday was very special، عيد ميلاد جدي كان مميز. we all had fun، وكلنا طبعا كنا يعني مستمتعين. we must be careful on the road، احنا لازم نكون حذرين على الطريق. طيب or we will have an accident، والا طبعا هنتعرض لحادث. children can spend many hours on their computer games، طبعا هتبقى this is one of cons of computer games. it is unhealthy to check our cell phone about 150 times a day. we need a green light، هتبقى to cross the road، يعني احنا طبعا لما بيبقى في الإشارة خضراء بنعبر ايه الطريق. طيب بنستكمل برضو التوصيل، I know a lot about camelons but، يعني انا بعرف الكثير عن الكاملونز but ايه، I need to do more research، بس انا محتاج اعمل بحث، يعني ابحث اكتر. don't copy information، ما تنسخش المعلومات. find ideas and write your own words، يعني انت ما تنقلش المعلومات كده، لازم ان انت يبقى عندك افكارك وتكتب افكارك او كلماتك الخاصة بيك. there are two ways of showing this information، في طريقتين ان انت تشوف المعلومات او تبحث عنها، ايه بقى، هتبقى مع بي the bar graph and the b chart، اللي هو الباراجراف والبي chart برضو الاثنين دول ممكن نبحث عنهم في المعلومات. يعني what is the girl doing، ماذا تفعل او بتعمل ايه البنت. she is cleaning the beach، يعني اللي هي بتنظف ايه، بتعمل ايه البنت، بتنظف الشاطئ. we use social media to، احنا بنستخدم social media to ايه، هتبقى مع دي share ideas and have fun، عشان نتشارك الايه الافكار ونستمتع. the word rain has the same sound، نفس صوت ايه as the word train، يبقى rain و train. Rana walks to school because، هي بتمشي للمدرسة لان her school is near her house، المدرسة قريبة من بيتها. you must wait for the green light، انت لازم تستنى لحد ما الإشارة تبقى خضراء. before you cross the road، قبل ما تعبر الطريق. we all love to give presents، احنا كلنا بنحب ان احنا ايه نعطي الهدايا، هتبقى مع ايه it's even more fun to open presents، وطبعا بتبقى ممتع جدا انك تفتح الهدايا دي. we can learn interesting things online، هتبقى مع ايه this one of the pros of social media، يعني دي من ايجابيات او واحدة من ايجابيات الايه السوشيال ميديا. برضو بنستكمل التوصيل، my favorite transportation is the train، يعني وسيلة النقل المفضلة ليا اللي هو القطار، مع هتبقى مع بي I love traveling on rail،
خلاص. we can't always see chemical، احنا مش دايما بنشوف الكيميكال هتبقى مع سي، but they are dangerous to us، يعني الحاجات الكيميائية لكن بتبقى خطيرة بالنسبة لنا. humans are good to good at debating، يعني الناس او البني ادمين يعني هم بيتكيفوا بشكل جيد ايه، they can live in the most difficult environment، يعني بيقدروا يعيشوا في البيئات الايه الصعبة وبيتكيفوا معاها. that shirt has red, blue and green strips stripes. طيب هتبقى مع دي، it's very colorful، يعني ملون، يعني الوانه ايه كتيرة يعني ملون. when go online we، هتبقى مع ايه، leave a road of digital footprint. طيب a line of symmetry devices، طبعا هتبقى مع دي، the sharp into two identical halves، يعني بيتكلم عن اللي هو الشيء المقسوم لايه نصين يعني. طيب عمر ايه تو ماتش كاندي، هو كل حلوة كتير، هتبقى مع ايه، لوكس ا بيت جرين. تراج كان كيل ذا سي انيمالز، يعني الحاجات اللي هي الكمامات بتقتل طبعا الحيوانات الايه اللي بتعيش في البحر. وي نيد تو كلين اور بيتشز، يعني احنا لازم ننظف ايه شواطئ. كان يو هيلب مي، هتبقى مع سي، بول اوت ذيس اولد ميتال بوكس، يعني عايز يساعده ان هو ايه يعني يشيل او يسحب معاه الصندوق القديم ده. عمر بلايز تو ماتش كمبيوتر جيمز، هتبقى طبعا مع بي، هي ويل هارت هيز ايز، طبعا هيتعب عينين، هو بيقعد كتير او يلعب العاب الكمبيوتر. you shouldn't contact people، هتبقى مع دي، you don't know. طيب we color eggs in شم النسيم، and ايه بقى، تبقى مع اي، we go to the park with our friends، يعني احنا بنلون البيض وبنذهب مع الحدائق مع اسرنا يعني. read the road signs، هتبقى مع بي، they give you important information about، يعني لازم تقرا الاشارات كويس، اشارات الطريق يعني، لان هتديك معلومات عن الطريق. Egyptians are full of energy، هتبقى more than half of Egyptians are under the age of 30، يعني احنا مليئين بالطاقة لان نص سكان مصر اقل من 30، سنهم اقل من 30. The metro is my favorite transportation، انا بفضل المترو كوسيلة مواصلات. ليه بقى، it is fast and clean، يعني هو سريع ونظيف. طيب Egypt made the longest beaches clean up in، هتبقى مع دي، Alexandria in 2021. I am helping stop air pollution، انا بساعد في ان انا يعني اساعد في وقف تلوث الهواء، هتبقى مع اي، I use energy saving light bubbles. طيب بيقول لي كحك ار delicious cookies، الكحك ده طبعا يعني كوكيز شهية او لذيذة، هتبقى مع بي، وي يوز نوتس شوجر اند هاني تو ميك كحك، احنا بنستخدم طبعا المكسرات السكر العسل عشان نعمل الايه الكحك، فهو شهي يعني لذيذ. when you travel by plane، لما بتسافر بالطيارة، you go through the air، انت بتعبر الايه او through the air، يعني بتعبر الايه الهواء، بتمر عبر الهواء. when you travel انا قلناها، the word mistakes has the same sound، كلمة mistakes لا نفس صوت كلمة ايه as the word cakes، ماشي برضو لسه في التوصيل.
Amir sent us an invitation to go to his birthday party. يعني هو أرسل لنا دعوة عشان عيد ميلاده، يعني حفلة عيد ميلاده هتبقى مع إيه. The party is next week، والحفلة دي هتبقى الأسبوع القادم. We went to the beach last weekend، إحنا ذهبنا للبيتش في last weekend هتبقى مع دي. We swim in the sea and catch fish. In hide and seek game، في لعبة ال hide and seek مالها؟ A player tries to find the others، يعني اللاعب بيحاول ان هو يجد الايه الاخرين. My dad wants to help stop air pollution، يعني ابي بيحب او عايز ان هو يساعد في وقف تلوث الهواء. He goes to work with friend in the same car، يعني كل هو واصدقائه كلهم راحوا للشغل في عربية واحدة. The Jane in Australia is the longest passenger train in the world. طيب هتبقى مع B. The train is about 774 meters long، يعني طول القطر، يعني هي عندها في استراليا أطول قطر في العالم، لأن طول القطر حوالي 774 متر، فهو أطول قطر في العالم. طيب قولي look and write a paragraph for sentence you can use. ماشي، هو الباراجراف يعني مديك كلمات وهتستخدم الكلمات دي في الباراجراف. stay safe online، strong password only friend safe website till an adult. طبعا هقول ان هو we should create strong password، لازم تصمم كلمة مرور قوية. we should use safe websites، ومواقع آمنة. We should tell an adult if we have a problem online، لو احنا عندنا مشكلة في الاونلاين لازم ان احنا نبلغ ايه الناس الكبيرة او البالغين. We should contact only friends، لازم نتواصل مع اصدقائنا بس. We should take to friends only، خلاص لازم ان احنا برضو يعني نختار اصدقائنا فقط. طيب بيتكلم عن stop air pollution، يعني ايقاف تلوث الهواء، ومديني كلمات زي plant trees energy saving light bubbles و bike walk. هنقول we can plant tree، يعني احنا ممكن نزرع شجر. we can use energy saving، نستخدم مصادر الطاقة الايه النظيفة. we should read a bike، ممكن نستخدم او نركب الدراجات طبعا ما بتلوث الهواء. we can walk، ممكن نمشي لو الاماكن قريبه مننا. we should stop air pollution، ولازم ان احنا يعني نوقف تلوث الهواء. pros and cons of cell phones، ايجابيات طبعا وسلبيات الايه السيلفون. ومديني spend many hours don't go out do research take to people. طيب cell phones have pros and cons، طبعا التليفون فيه او عنده ايجابيات وسلبيات. we spend many hours playing games، طبعا دي من السلبيات ان احنا بنقعد ساعات كتير نلعب الايه الالعاب. we don't go out، ما بنخرجش بره البيت طبعا عشان بنقعد على الكمبيوتر او التليفون كتير. on the other hand، من الجانب الاخر we can do research، دي بقى الايجابيات، يعني على الجانب الاخر on the other hand ان احنا ممكن نعمل نبحث عن اي حاجة احنا عايزينها. we can take to people talk to people، يعني ممكن نتكلم مع الناس. helping our environment، يعني مساعدة بيئتنا. ومديني recycle old thing short showers turn off we trees. طيب هنكتب ايه؟ هنقول we should help our environment، احنا ممكن لازم نساعد بيئتنا. we should recycle old things، احنا لازم نعيد تدوير الاشياء القديمة. we should talk short showers we should turn off light، ممكن نطفئ الانوار. وناخد طبعا او دش قصير، يعني مش لازم نقعد كتير في المية. we are out we should plant trees، ولازم نزرع الايه الاشجار. طيب مديني باراجراف تاني رود سيفتي، يعني الامان بقى في الطريق. ومديني كلمات لوك ليفت اند رايت كروس كروس ايه كروس ووك.
wear seat belt اللي هو الحزام الأمان, follow traffic sign وطبعا تتبع إشارات المرور. هنقول we should be safe on roads, لازم نكون أمنين على الطريق. we should look left and right, احنا لازم نبص يمين وشمال before we cross the road, قبل ما نعبر الطريق. we must cross at the crosswalk. we should wear seat belts, يعني لازم نلبس حزام الأمان in our car, في عربيتنا. we should follow the traffic sign, ولازم نتبع إشارات المرور. طيب online bullying message parents take adults we tell. طيب بتكلم طبعا عن التنمر الإلكتروني, ومديني كلمات message زي ما قلنا parents take talk to adults تل. we shouldn't bully or be bully, يعني لازم ما يتنمرش علينا واحنا كمان ما نتنمرش على ايه, على احد. online we shouldn't send a bad message to people, يعني مش لازم نرسل رسائل او ما يجبش علينا ان احنا نرسل رسائل سيئة للاشخاص للناس. when we have a problem online we should talk to adults, يعني لما يتقابلنا مشاكل في الاونلاين لازم ان احنا ايه نخبر الناس الكبيرة او يعني ابائنا او الناس الكبيرة. we should tell our parents and teachers, ممكن نخبر يعني ابائنا او مدرسين. طيب الباراجراف اللي بعده my first day at grade 4, يعني احسن او اول يوم ليا في سنة رابعة. nervous war new friends teachers math and English. طب هقول ان I was nervous at my first day at grade 4, كنت متوتر طبعا في اول يوم ليا في الصف الرابع. I wore my uniform, انا ارتديت طبعا الزي بتاع اليونيفورم. I made new friends, وعملت اصدقاء جدد. يعني the teacher was kind, والمدرسين كانوا يعني لطفاء. I learned math and English, وانا اتعلمت او درست ايه English and math. طيب الباراجراف اللي بعده what I did at the weekends, ومديني zoo family I shirt وanimals. هنقول I went to the zoo, انا ذهبت لحديقة الحيوان. I wore my t-shirt, انا ارتديت القميص. I saw animals, I had fun. How I celebrate شم النسيم, ازاي بحتفل بشم النسيم. مديني bark salted fish color و happy and excited. I go to the park, انا ذهبت الحديقة. I eat salted fish, واكلت السمك المملح. I eat colored eggs, يعني البيض الملون. I feel happy and excited. طيب my grandpa special birthday happy party, حفلة يعني عيد ميلاد جدي. ومديني food juice sing songs have fun special day. هنقول we made special food, احنا عملنا اكل مميز. we drink juice, وشربنا عصير. we sing songs, غنينا. we had fun, it was a special day, وكان يوم مميز. برضو باراجرافات my dad's box of memories, صندوق ذكريات ابي. ومديني old metal photos friends excited. هقول my dad has a box of memories, عنده صندوق ذكريات, يعني it is old, قديم. it is made of metal, مصنوع من المعدن. he has photos fish, يعني عنده صور. photos fish friends و he is excited, وكان ممتع. مديني بقى an oasis in Egypt, واحد سوى في oasis يعني الواحات في مصر. ومديني oasis و environment water و fertile soil. هنقول this is an oasis, the environment is good, يعني الواحات طبعا بتبقى كويسة. البيئة there is water, موجود ماء. the soil is fertile, والتربة خصبة. the climate is moderate, the climate is moderate, يعني ايه اللي هو معتدل.
طيب ايه الباراجراف اللي بعدي واللي بعده؟ come to my party، يعني بيدعو دعوة للحفلة بتاعتي، يعني تعالى الحفلة بتاعتي. invite play games at home delicious food. هقول له I would like to invite you، يعني انا بحب ادعوك to my birthday party، لحفلة عيد ميلادي. we will play games، هنلعب العاب. it will be at home، هتبقى في المنزل. we will have delicious food، وهيبقى عندنا طعام لذيذ. طيب read and rearrange، ترتيب بقى. مديني children cleaning or trash the up، زي هتبقى الترتيب the children are cleaning up the trash. تمام. making with friends I am و presentation with a my، هتبقى I am making a presentation with my friends. learn on can interesting media you think is social، هتبقى you can learn in interesting things on social media، متعلم حاجات ممتعة على السوشيال ميديا. world beaches clean up the day September in is، هتبقى the world beach the world أو the world beach clean up ايه بقى؟ a is in the September، ماشي، اللي هو اليوم يعني اللي بينظف في اول يوم العالمي يعني لتنظيف الشواطئ، بيبقى فين؟ في سبتمبر. تمام. طيب اللي بعده share and information don't personal password your، يبقى don't share your password and personal information، ما تشاركش طبعا المعلوماتك والباسورد ايه بتاعتك. can many we plants we have we balcony in our، هتبقى الترتيب we can have many plants in our balcony، يعني عندنا نباتات كتير في البلكوني بتاعنا. think what about do air pollution you، هتبقى what do you think about air pollution، ماشي. favorite is my transportation شيب زي، يبقى my favorite transportation is the ship، وسيلة النقل المفضلة ليا the ship. food school who to comes on، هتبقى الترتيب who comes to school on foot، مين اللي بيأتي للمدرسة على قدم أو بيمشي يعني. careful the on need we be rude to، هتبقى الترتيب we need to be careful on the road، بنحتاج ان احنا نبقى حذرين على الطريق. stop it rice farmers burning straw، هتبقى farmers stopped burning rice straw، يعني الفلاحين بيتوقفوا عن حرق او حريق الرز. we and koha saw lots on octopus of fish catch، قصدي اسف كوت او كوت يعني اصطادنا يعني. we saw an octopus and caught a lot of fish، يعني احنا شفنا الاخطبوط واصطادنا سمك كتير. games in which you need to do to turn to run، يبقى I am يعني لا اسفة in which game do you need to run، في اي لعبة بيلازم ان انت بتحتاج ان انت تجري. is when شم النسيم years this، يبقى هنبدأ ب when is the شم النسيم this years، امتى يعني بيسأل عن ميعاد شم النسيم السنة دي. the Nile it green and is beautiful near، هتبقى الترتيب it is green and beautiful near the Nile. are people Egyptian hospitable و very، هتبقى Egyptian people are very hospitable، يعني الناس أو المصريين مضيفين بيضيفوا الناس يعني. special days we what do you celebrate every year، هتبقى الترتيب what special days do you celebrate every year، يعني أي يوم مميز بتحتفل فيه في السنة. are we two we 20 people were coming to party و ذا، هتبقى 20 people are coming to the party، يعني في
20 شخص يعني أتوا للحفلة. برضو ترتيب should the you cross walk save use be وتو وتو هتبقى you should use the cross walk to be safe. لازم طبعا ان انت تتبع اشارات المرور عشان تبقى امن. animals can the kill trash see the trash can kill the sea animals اللي هي الكمامة يعني بتقتل الحيوانات البحرية. are doing what داليا you يبقى what are you doing داليا انت بتعملي ايه يعني بتسألها انت ماذا بتفعلي ايه. loved our presentation teachers our هتبقى الترتيب مديني كريم. كريم should keep his password secret. لا انا معلش انا المفروض ارتب الفوق يبقى our teacher loved our presentation يعني مدرسينا حبوا قوي العرض التقديمي بتاعنا. keep وسكيرت وكريم وهيز should password هتبقى كريم should keep his password secret لازم ان هو يحتفظ بالباسورد ايه سر secret. precious are what ومتال هتبقى what are precious metal هي إيه المعادن الايه الثمين. use shouldn't و night و my phone I late at هتبقى I shouldn't use my phone late at night ما استخدمش التليفون بتاعي في وقت متأخر يعني. can everything see people do we online هتبقى people can see everything we do online. to internet you on strangers speak the shouldn't يبقى you shouldn't speak to a stranger on the internet ما مش لازم ان انت تتكلم مع الغرباء. children in some games solve problem need to children need to solve problems in some games. you have school to do get how do you get to school بتروح المدرسة ازاي. need in you seat your belt care you need a seat belt in your car يعني لازم عندك حزام الامان في عربيتك. مديني follow we signs road must يبقى we must follow road sign لازم نتبع اشارات المرور. need on a helmet you bike wear to your يبقى you need to wear a helmet on your bike لسه برضو في الترتيب وفي ترتيب تاني. لا ده اخر حاجة في الترتيب. طيب نقرأه بسرعة. look we need the after to planet we need to look after the planet many children hours can spend computers there on هتبقى الترتيب children can spend many hours on their computers. A presentation I online gave about online safety يبقى I gave a presentation online about online safety. I gave about online لا هتبقى I gave a presentation about online safety online. travel by we on ship water or boat يبقى we travel by boat or ship on water. look need you right to left and before the road cross you هتبقى you need to talk to look left and right before you cross road. can do you what pollution stop to يبقى what can you do to stop pollution. road on careful be careful on the road. next friday can my birthday party you come to يبقى can you come to my birthday party next friday. when we be careful we cross the street وذا تبقى be careful you cross the street. different people with different like signs يبقى different people like different things. special makes what us يبقى what make us special. was nervous I at first day of school my يبقى I was nervous at my first day of school.
طيب I put on usually I shirt blue gray panties and. يبقى I usually put on a blue t-shirt and gray pants. At adapting are very humans to the environment good. يبقى humans are very good at adapting to the environment. Subjects we study we you what did today. يبقى what subjects subjects did you study today. Has an oasis fertile water and sun soil. يبقى an oasis has sun water and fertile soil. Lots are of their trees the river near. يبقى there are lots of trees near the river. طيب نشوف اللي بعده. هنقرا القطع اللي جايه. My cousin Adam is 30 years old. He has an account on social media. He likes to share ideas, thoughts and information with other people. He also likes to have fun with people. يعني هو عنده 13 سنة وعنده account على السوشيال ميديا وهو بيحب طبعا انه يتبادل او يشارك افكاره وآراءه وهو معلومات مع الناس طبعا. وي اولسو لايكس تو هاف فن وبيحب يستمتع. ادم اولويز كيرفول وهو بيبقى حذر عن اونلاين. هي اكسبتس تو بي فريندز اونلي ويز بيبل تو نو. هي از كيبز هيز بيرسونال انفورميشن سيكريت. ادمز كان فايند انفورميشن فور هوم وورك. سوشيال ميديا is helpful. Adam is creative. He learn interesting things online. يعني هو حذر وبيتبادل مع أصدقائه بس بيتواصل معاهم وبيحتفظ بمعلوماته الشخصية كسر وهو بيجد معلومات on his work في الواجب بتاعه يعني على السوشيال ميديا برضو وبالتالي هي بتساعده. طيب بيقول لي بقى هنحط true or false. Adam accepted to be friend with people he doesn't know. طبعا false هو مش بيقبل اصدقاء ما يعرفهمش. Adam is 10 years old. طبعا false هو مكتوب 13. Adam can find useful information on social media true صح طبعا. What does Adam like to do. طبعا he likes to do share ideas thoughts and information. He likes to have fun with people. Why is social media helpful for Adam? Because he can find information for his homework. القطعة اللي بعديها. I am Reem. I live in Alexandria. It is weekend so and my family went to the beach. يعني في نهاية الأسبوع وما راحوا أسرتها للشاطئ. We were sad because there was a lot of plastic trash from people's houses on the beach. كانوا طبعا مش مبسوطين لان شافوا كمامة كتير من البلاستيك على الشاطئ. I talked to my mom and she advised me to talk about the problem to at school. يعني كلمت ماما وهي قالت لي تتكلمي في المشكلة دي في المدرسة. I and my friends started to find information about beach clean up in different places. بدأنا نبحث بقى أنا وأصدقائي عن تنظيف الشواطئ يعني معلومات يعني. We talked to other friends at school. We went to beach again and collected all plastic. وراحوا بقى اللي هي أصدقائها تاني وشالوا بقى الكمامة دي من على الشاطئ. The beach is now clean. Sea animals and birds can live in better place. بيقول لي بقى تشوز. Reem and her family went to the beach on طبعا the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. ريم talked about problem at اتكلمت في المشكلة دي مشكلة القمامة يعني في السكول. The beach is now بعد بقى ما ذهبت هي وزملائها ونظفوا الشاطئ بقى ايه cleaner بقى نظيف. What did Reem mom advise her to do. نصحتها بايه. نصحتها to talk about the problem at school انها تتكلم عن المشكلة دي في المدرسة. طيب what did Reem and her friends do. عملوا ايه. طبعا they started to find information about beach clean up in different places. They went to the beach again and collected all plastic trash.
I am Hannah. My sister's birthday is tomorrow. حفلة عيد ميلاد أختي بكرة. I don't have money. أنا معيش فلوس. So I think it is better to make her a special present. هتعمل لها هدية يعني مميزة. My sister likes toys. بتحب الألعاب. But she broke her doll last week. كسرت لعبتها الأسبوع الماضي. The doll is in her room. واللعبة دي أو العروسة دي في حجرتها. So I took the doll and started to fix it. يعني خدت العروسة وبدأت أصلحها. I made a new pink dress to the doll as my sister likes pink color. وعملت لها فستان بينك وأختي بتحب اللون ده. I used some cotton to make the doll hair. وعملت استخدمت القطن في عمل شعر العروسة. The doll looks beautiful. My sister is happy now. She has a beautiful doll. بقى عندها عروسة جميلة. True or false? My sister likes sweets. False. هي بتحب التويز الألعاب. The doll now has new yellow dress. عندها فستان أصفر جديد. طبعا false. Hannah's sister is happy with her birthday presents. طبعا كانت مبسوطة باللعبة. True. When is Hannah's sister's birthday? كان امتى؟ Tomorrow. What does Hannah make for her sister? عملت لها ايه؟ He fixed her broken doll and made a new pink dress to the doll and used some cotton to make the doll's hair. طيب القطعة اللي بعديها. The internet is an important part of our life today. يعني الانترنت طبعا مهم جدا في حياتنا. We can use the internet to do shopping. التسوق, play games, نلعب ألعاب, and learn things, نتعلم أشياء. The internet helps us to do homework, وبيساعدنا في عمل الواجب. If we want to do research, we can look at a lot of websites and find information. ممكن نزور مواقع كتيرة ونبحث عن المعلومات. You can find some nice pictures too. بتلاقي صور جميلة. However, many people can use the internet for many hours every day. When you use internet so much, this may not be healthy. يعني برضو ان احنا نستخدم الانترنت لساعات طويلة ده مش صحي. You don't get much exercise and you may get a lot of ويت. يعني طبعا مش هتبقى كده, انت هتقعد كتير على الانترنت ووزنك هيزيد لانك مش هتعمل تمرينات. We use the internet for many things. طبعا true. Few people use the internet of many hours. False. يعني لا طبعا عدد كبير من الناس بيستخدموا النت فترات طويلة. Using the internet a lot can make you unhealthy. طبعا ايه لما تستخدم الانترنت كتير يبقى ترو, بيخليك مش صحي. طيب how can the internet help you to do homework? We can look at a lot of websites and find information. ازاي بيساعدك في عمل واجب؟ ان احنا بنلاقي معلومات في مواقع كتير قوي. Why is using the internet too much unhealthy? ازاي بيبقى استخدام الانترنت لساعات طويلة غير صحي؟ هنقول you don't get much exercise, ان انت مش تعمل تمرينات, and you may get a lot of weight, وتبقى وزنك هيزيد. Air pollution is very dangerous for us. When we breathe the polluted air, we cough and feel sick. طبعا تلوث الهواء خطير, ولما احنا بنتنفس هواء ملوث بنصاب بالكحة وبالمرض. There are some ideas to make the air cleaner. في افكار كتير نخلي الهواء نظيف. We can try to buy from shops near our house. ممكن ان احنا نجد او شوبس near our house, محلات قريبة من منزلنا. Children can try to walk to school. ممكن نمشي للمدرسة الأطفال يعني. Children live a long way from school, they can go by bike. والأطفال اللي بيسكنوا بعيد عن المدرسة ممكن يستخدموا الدراجة. Or they can take the bus, وممكن ياخدوا الأتوبيس. We also need to plant trees. وممكن نزرع أشجار. Trees cleans the air. طبعا أشجار بتنظف الهواء. They also make cities looks pretty. وطبعا بتخلي المدن شكلها جميل. And we can sit by trees on the hot day. وممكن نجلس تحت الأشجار في اليوم الحار. Choose. The polluted air is طبعا unhealthy. Polluted air unhealthy. Children can go by bike.
if they live a from school. طبعا far لو هم بيسكنوا بعيد عن المدرسة، far يعني بعيد، ممكن يستخدموا البايك. trees a the air، trees طبعا clean، الإجابة هي clean the air، بتنقي الجو. why is the air pollution dangerous for us، ليه هو تلوث الهواء خطير لينا. when we breathe the polluted air we cough and feel sick. How can we make the air cleaner؟ ازاي نخلي الهواء نظيف؟ هنقول we can try to buy from shops near، نشتري من المحلات القريبة من منازلنا. children can try to walk to school، الأطفال يمشوا المدرسة. we need to plant trees. طيب القطعة اللي بعديها، my friend هاني started a new school، he had a problem with online bullying. There was a boy in his class called Yusuf. He was sending him a message. Hani told his dad. يعني في ولد بيتنمر عليه وبيضايقه واسمه يوسف. هو طبعا هاني أخبر والده. His dad went to the school and talked to his teacher. طبعا بابا راح المدرسة واتكلم مع المدرس. Dad showed the teacher the message، وراء الرسائل اللي بيبعتها يوسف طبعا تنمر على هاني. the teacher spoke to Yusuf and his parents، وطبعا المدرس اتكلم مع يوسف ووالدي. يوسف was very sorry and said he will never bully anyone after that، يعني هو قال اسف مش هيعمل كده تاني. now هاني feels much happier، he knows what the school should do about online bullying. طيب true or false، هاني started a new sports class. False، هاني had a problem with bullying in the sports club. طبعا false، في المدرسة مش في النادي، كان عنده مشكلة يعني في التنمر. هاني talked to his dad. true، هو اتكلم مع بابا صح. what was هاني problem، مشكلة هاني، he has a problem with online bullying، ان عنده مشكله في التنمر. how does هاني feel now، هو بيشعر بايه دلوقتي. طبعا he feel much happier، بيشعر الان بسعاده. طيب yesterday we had a picnic in the park، يعني امبارح كان عندنا نزهه في الحديقه. we went to celebrate our friends Nader's birthday، كان عندنا حفله عيد ميلاد Nader's. we played هيد اند سيك، لعبنا هيد اند سيك. نادر ووز ذا سيكر اند وي وير ذا بلاير، يعني نادر هو اللي كان ايه سيكر. هي كلوزد هيز ايز اند كومنتد تو 10، عد ال 10. وي هي هيد اند نادر، احنا استخبينا يعني، ونادر ترايد تو فايند اس. نادر فاوند منى اند شي بيكام ذا نيكست سيكر، هو بقى قدر يعني يعثر على منى وهي بقت السيكر. Ali was the winner because he was the last one left. We enjoyed the picnic so much. Ali هو اللي فاز بقى. We had a picnic last week. طبعا false، بيقول yesterday. We played bus the parcel game، احنا لعبنا لعبة، لا طبعا احنا لعبنا ايه hit and sick، يبقى false. The winner is the last on left. طبعا true، اخر واحد بيبقى هو الفاز. Who was the first seeker؟ طبعا نادر. Who was the winner؟ علي. Must people، القطعة اللي بعديها، must people like to live near river، يعني في ناس بتحب تعيش بالقرب من النهر. but Bedouin people prefer to live in the desert، لكن البدو بيحب يعيشوا في الصحراء. they like to live in the open area، بيحبوا يعيشوا في الأماكن المفتوحة. they ate beans، lamb dates and bread. Bedouin people drink the milk of animal، بيشربوا لبن الحيوانات وبياكلوا فول وبلح وعيش. خلاص like cows and camel، بيشربوا لبن البقر والجمال. Bedouin people live in a tent، بيعيشوا في خيمة. تمام the tent is usually made of animals hair. Bedouin people are very special، they have beautiful clothes، delicious food and nice song، عندهم ملابس جميلة وأكل شهي وأغاني جميلة. يبقى choose Bedouin people live in a open area. Bedouin people have a clothes، beautiful clothes. The tent is made of، الخيمة دي بتصنع من animals here. بيقولي why are Bedouin people special، اللي هم مميزين. they have
beautiful clothes, delicious foods, and nice songs. What do Bedouin people eat? بياكلوا ايه؟ They eat beans, lamb, dates, and bread. تمام؟ طيب احنا نكتفي بس في الفيديو ده لحد هنا علشان طبعا وقت الفيديو، وبقيه النموذج ان شاء الله ننزل لكم على صفحتنا على الفيسبوك، هنسيب لكم اللينك بتاعها عشان بس وقت الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا مننا وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. تابعونا واستنوا بقيه المواد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.